تعال تعال شوف ابوك واللي عامله فيا من الصبح. هو ما حصلش ولا ايه؟ وانا لقيت طريقه ادخل له منها ووصلت تسدد عليا كل الطرق. الله، انت جاي عشان تتودوا انت وابوك؟ لا بقى، بقول لكم ايه، انتوا تروحوا مطرح ما جيتم، انا مش ناقصكم. اتفضل انت بقى وريني شطارتك يا مسهل. ايه اللي معكر مزاجك بس يا باشا؟ والله انا مزاجي كان كويس لحد ما ابوك شرف. عبده ده، عبده ده اكتر واحد بيحبك، ده ما بيطقش الهوا على سعادتك. طب بشرفي الولد خسر فيك. فاكر يا مغفل لما قلت لك ان انا خدت كل حاجه من الدنيا ما عدا حاجتين؟ فاكر يا باشا، بس ما قلتليش ايه الحاجه التانية. الولاد يا عبده، ان يكون عندي ولد شاطر ومخلص والخير بينجر في رجليه زي ابنك. والله يا باشا ساعات قلة الخلفة أرحم من العيال تجيب هم وغم لأهاليها. اللي ما تعرفوش إن السهم نزل كمان 10 جنيه. يعني خسارة زيادة 200,000 جنيه. يلا بينا نمشي. الله، وبعدين معاكم بقى؟ أنتوا جايين عشان تفوروا دمك؟ ما تبطلوا واد واد. اتفضل أنت كلم الباشا وريله عدم الخير. هقول له هي موتة ولا أكتر؟ هيحصل إيه يعني؟ شوف يا باشا. يا سلام، مالك في الشتك عايمه كده ليه؟ قلت نكته ولا حاجه؟ بقول لك ايه يا لوزه، انا ماليش مرار على الغلب ده. ما تتنرفزيش عليا، هو في واحده في سنك ومتعلمه زيك تروح للدجال برجليها؟ حتى لو كان دجال روش من بتوع اليومين دول. تاني يا لوزه تاني؟ طب ده انا سري معاكي وانت عارفه اللي فيها. يا حبيبتي الحاجات دي كلها ضحك على الدقون، دلوقتي في حلول تانية الستات بتلجأ لها تحل مشاكلها دي. ايدي على كتفك، تبقي طبيبة نفسك، تشوفي جوزك بيبص على ايه في الستات اللي بيشوفها وتعمليها انت. ودلوقتي الطب اتقدم وكل حاجة بقت ممكنة. قصدك ايه؟ فهميني. انت ما بتقريش جرايد؟ ما بتشوفيش اعلانات مراكز التجميل والرياضة اللي بتروحها الستات؟ يعني عايزين اعمل ايه؟ اروح الجيم اشيل حديد واتشعبط في العقلة زي بتوع الجمباز؟ الجيم مش شيل حديد ولعب عقله وبس، دلوقتي بقى في اماكن فيها امكانيات تخلي الست تخس وعضها يبقى مثالي. بقى في مستشفيات تجميل على قفا من يشيل، يغيروا كل مناطق الجسم حسب الجزء اللي انت عايزه تظبطيه. انت ما بتشوفيش المطربات بتوع اليومين دول عاملين ايه في روحهم؟ تقصد يعني موضوع السيليكون ده؟ السيليكون وخلافه. ايوه يا لوز، بس الحاجات دي عايزه فلوس كتير قوي وانا ما عنديش فلوس لكل ده. وبعدين جسمي يعني انت شايفاه، متهيألي انه محتاج انطار فلوس. ما هو مش شرط تروح للمراكز الغالي، اسألي على مراكز رخيصة وسيبي الباقي عليا انا. تقصدي ايه؟ اقصد نعمل جمعية انا وانت وزمايلنا في الخباسة، وانا هظبطك تقبضي الاول، بس لما تقبضي تروحي تصلحي ما اتلفه الظهر زي ما بيقولوا. طب اسمعي، المهروش ده كان اداني ورقة عايز اخد رأيك فيها. انت بنت حلال؟ لا. ايه يا باشا؟ مش عايز مستشفيات خاصة. حاضر يا باشا، مفيش مستشفيات خاصة. القصر العين يا باشا. القصر العين بس. خربت بنتي. اطمن يا عم، والله العظيم نرجع لك الفلوس وزيادة كمان يا باشا. بترجع؟ معلش قوم لنا انت بس بالسلامة. خربت يا جماعه، على فضلك. لا، نبيل انت فين؟ من فضلك تعالى المستشفى الاصلي لما تيجي افهمك. يلا بسرعه. ايوه حاضر، ثانيه واحده الدنيا ما طرتش. ادي اللي بناخده من قفل الباب. انت لطيفه الحسيني؟ ايوه. خير في حاجه؟ ارمي السلاح اللي في ايديك وتعالي معانا. سلاح ايه ده؟ انا كنت بقمع بامي. هاتوها. يوه، لا لا لا، منى يا منى، قولي لابوك يلحقني على الاسم. ايوه ماما. منى اوعي تنسي يا منى، كلميه بسرعه.
انا وعلي قدرنا ندبر 350,000 جنيه. هتقدر تسلفنا قد ايه لغايه الازمه ما تعدي؟ بس انت عارف البيرو قطع يا عبد، انا كل حيلتي في البنك 15,000، مراتي عندها شويه دهب كده يجي 6,000 جنيه. 21 مفيش غير عربيتي بقى اشوف لها مشتري، بس دي كبيره هتجيب ايه؟ 20-25. هو طالب يشوف بنت اخوه وياريت تبلغوها برغبته دي فورا. يعني ايه؟ ادعوا له. ايوه يا رب تكون عائلتي يا ميدو. مساء الخير يا دولت. اهلا يا عبد البديع، المفاجاه الحلوه دي، اتفضل. انت اللي هتيجي معايا يا دولت، عمك عايز يشوفك. ياه ده ما افتكر، هو فاكرني تحت امر ولا ايه؟ بقى يرميني السنين دي كلها وما يسالش عني، واول ما يجي له مزاج انه عايز يشوفني اروح لنا على ملا وشي؟ لا لا يا عبد البديع، الواحده مننا برضو لازم يكون عندها كرامه. مفيش وقت للكلام ده يا دولت، عمك في العنايه المركزه، حالته خطره وطالب يشوفك. ايه يلا بس بسرعه، انا مستنيكي تحت في العربيه بسرعه. بس اشمعنى يعني يطلب دوله المره دي؟ مصيبه لو كنا نعملها بجد، ربنا يستر. محكمه. ايوه من دي من. ايوه يا بابا، ماما البوليس قبض عليها من 5 دقايق. يعني ايه قبض عليها؟ ليه؟ مش عارفه، انا كنت نايمه صحيت على دوشه وهي ماشيه قالت لي اقول لك انها في القسم. ده بقفلي وانا هتصرف. يلا مع السلامه. سلام. اطمني يا حبيبتي، اكيد مسكوها غلط، ده امك مفيش اطيب منها. اكيد في حاجه غلط. بكلم علي تليفونه مشغول. ما تقلقيش يا من، مش قلقانه. عليكي توقيت زي ما تكوني بتنشني يا لطيفه. ايه يا علي، عمك نبيل لسه عندك ولا مشي؟ طب اديهولي. ايه يا ست دولت؟ عمي نوح تعبان قوي وطالب يشوفني. ربنا يطمنك عليه. تحب اجي معاكي؟ كتر خيرك، الاستاذ عبد البديع المحامي ابن عمي مستنيني تحت. طب كويس، ان شاء الله خير. اكيد هو، عن اذنك. مع السلامه. ايوه ايوه. انت ايه الهمام اللابسه ده؟ حد يزور حد عيان وهو لابس اسود؟ اطلع غير. طيب لا مفيش وقت، خلاص اقفل الباب. طيب يا حبيبي يا عمي. دولت دولت، انا الحاجات دي بتوترني، اجليها لبعدين لما يبقى يحصل. ولما تدخل عليه ما تدخليش وانت معيطه، كفايه لابسه اسود. اهلا اهلا. ازيك يا مواطني؟ اهلا ست. اخبارك ايه؟ الحمد لله. اتفضلي. عامل ايه؟ الحمد لله. كله تمام؟ الحمد لله. الاستاذ موجود؟ للاسف مش موجود، هو عنده ظرف طارئ وكلنا بندعي له. ايه خير؟ في ايه؟ اصل عمه في الانعاش، واحتمال تكون دي اخر مره. اخر مره يعني ايه؟ اصل عمه كل شويه يدخل الانعاش، احنا نقعد ندعي يا رب يا رب يروح فيها، يا رب يا رب يكرم الاستاذ، يا رب يمنع بنا يطلع على شونة، عمه يقوم زي القرد ويخرج من الإنعاش والأستاذ يرجع متقدر. مش فاهمة. أصل عمه غني غنى فاحش، لما ربنا بقى سبحانه وتعالى هيسترد أمانته وما هيكرم الأستاذ، الأستاذ بقى وكل اللي حواليه وإحنا هنتنقل نقلة تانية خالص. عشان كده هتلاقيني قاعد على أعصابي جنب التليفون مستني الخبر. آه قلتلي بقى. أهلا
دولة هنا من بنت اخو نهبي هو اللي طالب يشوفها محمود. دكتور عن فكره. حاضر. طب اتفضل حضرتك وانا جاهزك للدخول. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بابا ايه حكايه ماما دي؟ بعدين رايح اشوفها. عمك نبيل مش امتى؟ اول ما قفل مع حضرتك مش على طول. ما تتحركش من هنا لغايه ما اشوف عملت ايه تاني. بس ابقى طمني بالتليفون. ها ان شاء الله. لو عايزة حاجة حضرتك بناديني.